السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الحلقة الرابعة من سلسلة التغذية. عملنا قبل كده 3 حلقات، هسيب لكم اللينك بتاعهم في الكومنتات وفي الوصف بتاع الفيديو. النهاردة بنعمل حلقة عن مجموعة من المكونات، تقريبا المكونات دي كلها أساسية في كلفة الحمام أو في أكل الحمام. معانا الذرة والذرة العويجة، ومعانا كمان البسلة الناشفة، ومعانا الحاجة الرابعة اللي هي الغلة أو القمح بتاع البليلة. طبعا الخليط ده ممكن تضيف عليه بعض المكونات أو تقلل منه من المكونات، طبعا حسب المتاح ليك. من الحاجات اللي ممكن تضيفها على الخليط دوت العدس بلونينو، ممكن تضيف شوية حلبة، ممكن تضيف فول مدشوش، يعني الموضوع حسب اختيارك. ويلا بينا نشوف عملناها ازاي. بعد ما نضفت المكونات ديت ونقيتها كده من الشوائب اللي كانت فيها، حطيتها في مصفى وبدأت أغسلها كويس. مهم جدا إنك تغسل المكونات دي كويس عشان خاطر لو في أي حاجة فيهم، ساعات بيبقى الأكل بتاع الحبوب يعني بتاعت الطيور بيبقى مرشوش عليها مبيدات أو مرشوش عليها حاجات مضادة للسموم. المهم ايا أن يكن، انت محتاج تغسل الحاجات دي كويس عشان خاطر لما تقدمها للطيور بتاعتك ما نضرهمش وياخدوا الاستفادة بتاعت الحبوب دي بشكل كويس من غير اي اضرار. المنقوع بيختلف عن المستنبت في انك بتسيبه في المية ولمدة مش 6 ساعات مثلا او 8 ساعات، مدة مش كبيرة، وبعد كده بتقدمه بكل سهولة للطيور بتاعتك. تعالوا بينا نشوف قدمناه ازاي. بعد حوالي 6 ساعات او 7 ساعات شلت الخليط دوت من المية بتاعته وبدأت اختبر الحباية بقت طرية ولا لأ. الحبوب بقت طرية لدرجة كافية بالنسبة للعصافير ان هي تعملها تاكلها بمنقارها، وقدمتها المرة دي للطيور بتاعتي من غير ما حتى احط عليها اي حاجة من الحبوب الاساسية بتاعتهم، وشفت الاقبال بتاعهم عليها كان عامل ازاي. على طول تقريبا ما اخدوش وقت وبدأوا ياكلوا في الحبوب ديت، وده شيء جميل جدا انك تكون بتنوع للطيور بتاعتك في مصادر الغذاء بتاعتهم. اكيد اكيد كل تفصيلة انت بتعملها مع الطير بتاعك بتفرق معاك، ممكن تكون بتفرق كمان اكتر من التفصيلة ذات نفسها. استحالة يكون عصفور او طير بياكل الحبوب الاساسية فقط يبقى بنفس الصحة ونفس المناعة ونفس الفوائد اللي طير تاني بياكل معاها إضافة للحبوب الأساسية وجبة زي وجبة المنقوع ديت أو وجبة المستنبت. وبرضو الاتنين دول مش زي ما طير تاني يكون بياكل الحبوب ديت والمستنبت والمنقوع وبياكل كمان عليهم وجبة البروتين اللي هي البيض بالبقسماط. كل ما تضيف حاجة، سواء ضفت خضرة سواء ضفت فاكهة، كل حاجة من دول بتضيفها انت بتزود مناعة الطير، بتزود التغذية بتاعة الطير اللي بتساعده ان هو يكون بصحة كويسة اثناء عملية البيض وتأكيل الزغاليل، اثناء برضو الغيار بتاع الريش. لما يعيا لما يتعب يتعافى بشكل اسرع. صدقني كل تفصيلة انت هتهتم بيها مع الطير بتاعك هتتردلك بشكل اكبر من المجهود اللي انت اخدته عشان خاطر تاخد بالك من التفصيلة دي او تهتم بيها.
فما تستخسرش في الطير بتاعك مجهود، ما تستخسرش فيه وقت أطول، ما تستخسرش فيه فلوس أكتر لو بدام أنت يعني في المعقول. أنا بكلمك برضو البديل اللي احنا الوجبة اللي احنا مقدمينها النهاردة أرخص، لو حسبتها هتلاقيها أرخص من الحبوب الأساسية بتاعتهم. فمش كل المجهود هيتطلب فلوس زيادة، لأ أنت ممكن شوية مجهود وشوية تفكير يوفروا عليك فلوس، وفي نفس الوقت يفيدوا الطائر بشكل أكتر بكتير من الطبيعي أو اللي أنت معودهم عليه. وجبة زي ديت سهلة جدا في تحضيرها، ما أخدتش يعني، أنت ممكن تكون وأنت داخل تنام تغسل المكونات ديت كويس وتنقعهم، لما تصحى الصبح تشيلهم وتشطفهم كويس، وتبتدي لو انت عامل كمية زيادة تقسمهم على مرتين او على ثلاثة حسب ما تحب. انا بعمل الموضوع ده على كذا يعني على كذا اللي كذا يوم بعمله، بقسمه الوجبات وبحط وجبتين مثلا في الفريزر ووجبة في البرادة بتاعت التلاجة، بحيث ان انا يبقى قسمت المجهود اللي انا عملته ده فادني حوالي 4 أو 5 مرات، ووجبة اللي بقدمها لهم فريش ووجبة في التلاجة، فيبقى كده الموضوع ما خدش منك مجهود كبير، وفي نفس الوقت انت وفرت فلوس لان الوجبة دي فعلا بتشبعهم جدا. ولما بحط معاها حبوب الأساسية بتاعتهم البلكم والدنيبة والفلارس، بلاقي تاني يوم ان اللي استهلكوه من الحبوب ديت اقل بكتير جدا من اللي بيستهلكوه بشكل يومي، بالرغم ان انا الكمية اللي حطيتها اصلا منهم كانت كمية قليلة. يعني لو بحط لهم سي مثلا كيلو، انا بحط لهم في اليوم اللي بعمل لهم فيه وجبات تانية بحط لهم نص كيلو. النص كيلو ده بلاقي متبقي منه تاني يوم بسبب الوجبة اللي ضفتها معاهم، وجبة غنية بكل ما تتخيله من فيتامينات ومعادن وبروتين وكربوهيدرات نظيف، اللي هو يعني مصدر نظيف للكرب. فكل الفوائد ديت بسعر كويس وفي نفس الوقت بمجهود مش صعب، ويبقى انت كده نوعت الطير بتاعك، خليته يبقى مستعد لأي تغير في درجة حرارة، في ميكروب دخل الطيور بتاعتك، في فيروس في الجو، في أي حاجة هو استعد لده. لو حتى عيا بيبقى نسبة شفائه أكبر بكتير جدا من عصفور صحته الأساسية ضعيفة. مهم جدا إنك الكمية اللي تحطها لهم ما تكونش أكتر من استخدامهم او استهلاكهم، عشان خاطر الكمية اللي تتبقى لو اكلوها تاني يوم وكان عليها فضلات ليهم او باظت بسبب الحر ما تضرهمش. طبعا مش هفكرك لو الفيديو عجبك لايك جميل كده، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة، واشوفك في فيديو جديد بإذن الله.